مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك، البرنامج الذي نوثق فيه قصص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ونعمل قدر الإمكان للتغلب على ظروف الحرب والوصول إلى القضايا التي تستحق التضامن والتوثيق. في العام 90 من القرن الماضي صادقت اليمن على البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف المتعلقين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية. تتضمن هاتان الوثيقتان حدا أدنى من الحقوق الإنسانية للمدنيين في أوقات الحروب، توجب احترام حقهم في الحياة والحصول على احتياجاتهم الإنسانية وعدم تعريضهم للخطر، كما توجب تقديم الرعاية لجرحاهم المتضررين من العمليات العسكرية. لكن توقيع اليمن على هاتين الوثيقتين وغيرهما من المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان لم يتحول إلى سلوك يستفيد منه المواطنون، فلا العمليات العسكرية تجنبت المدنيين، ولا المؤسسات الطبية والإغاثية قدمت للضحايا العلاج الذي يلزمها به القانون الدولي والشريعة الإسلامية. أمة الرحمن القدسي من الجرحى المدنيين بمدينة تعز عن معاناتها وحرمانها من حقها في العلاج، صور لنا زميلنا آدم الحسامي هذه المادة وأعدها للعرض الزميل ودي عطاء. نتابع ثم نعود. لا تزال الذاكرة تحتفظ بمشاهد الهلع الذي خيم على تعز مساء 23 من أغسطس 2015، ليلة أمطرت الميليشيا أحياء تعز بقذائف صاروخية مجنونة أحدثت مجزرتين، إحداهما في حي الكوثر أسفرت عن استشهاد 3 أطفال ورجل، والأخرى حطت على منزل كان يضم 3 أسر جمعها ظرف النزوح القسري. ليلتها حلت مصيبة بأسرة عبد درهم القدسي، مصيبة بكل ما يعنيه اللفظ والمدلول. لا حصلنا هنا جالسين في بيتنا بأمان الله، يوم الأحد الساعة 10 بالليل مخزن أنا وجهالي، ما أدريت إلا بالقذيفة جات دقت البيت بكاملها وشلت الجهال الموجودين داخل البيت، عندي 7 بنات انتهينا عليها، صاروخات شواقي من قبل من عند من جهة الحوبان جماعة عفاش والعوزي. فجأة ما ندريش كيف جاء لنا صاروخ داخل البيت، دك البيت وما داخل، يعني قمنا نحن كنا تحت جالسين نجي نتفرج البيت ما باقش أحد، نطلع ندور نجي نخرج لك اللقعة كلها جثث. قتل الصاروخ 7 نساء من أسرة واحدة، بينهن 3 شقائق وأمهن، إضافة ل3 فتيات بنات عم، فضلا عن شخصين آخرين كانا متواجدين قبالة المنزل قتلتهم الشظايا. كان الحادث مفاجئا وفاجعا في آن واحد. تحاول أمة الرحمن استذكار شيء مما حدث في ذلك المساء الحزين. حسيت بشعور غريب، يعني حسيت ما اسمعش ولا شفت، الدنيا كلها يعني غبار والبيت كله كانت يعني ما شفتش يعني البيت وهذا، بس الغبار كان يعني مغطي عيوني وما كنت مدفونة. فجأة أخي حملني، حسيت سيارة الإسعاف كانت خارج قد وصلها. ضاعفت ظروف الحرب والحصار من معاناة جرح المجازر والمقاومة في تعز بسبب نضوب الأدوية وتدهور الخدمات الصحية من سيء لأسوأ، وزاد الوضع تعقيدا تعرض المؤسسات الصحية للقصف الهمجي، وضع بائس دفعت أمة الرحمن وأمثالها من الضحايا ثمنه. خرجوني بعد سيارة الإسعاف، ادوني مستشفى الروضة، خلوني هناك، لفوا لي بسرقوا لي يعني ضمدوا لي، ما عملوا ليش ولا أي حاجة، بس لفوا لي بشاش. وبحزن تواصل سرد المعاناة عن رحلة التشبث بالحياة من مشفى لآخر. بعدين قالوا روحوا مستشفى الصفوة، هنا ما فيش دكاترة بيعملوا العملية ولا ما فيش يعني مكان. مرت الليالي والأيام ثقيلة على الفتاة بانتظار أن تبرأ من الكسر الذي أصاب قدمها، إلا أن مفصل قدمها المكسور تيبس. رجلي الآن يابس ما تعطفش، عملت تدليك طبيعي، والشظية كمان بالركبة، والجهة هذه مفتت العظم، يقولوا يحتاج يعني عظم صناعي أو مفصل صناعي، والحمد لله. وأنا بدي الآن 3 شهور
مكان يعني رجلي تألمي مكاني ما تعطيش مكاني كذا. لحد الآن ولا حصلنا أي دعم من أي مكان ولا حصلنا أي من أي جهة يعني معاملة كذا. في ظل ظروف الحرب وتردي الأوضاع توقف عمل الأب جميل درهم في المحل الذي كان يسترزق منه. عجزه عن علاج ابنته زاد من وجعه عليها. ولا معي أي دخل. خرب كذا شقيب ب 500 ولا ب 1000 وروحت أصرف بونه وبهذا. حاولت الأسرة البحث عن أي أمل للعلاج لتجنب التكاليف التي لم يعد بإمكانهم توفيرها، لكن دون جدوى. زادت الأوضاع الحياتية سوءا في تعز، وازدادت الميليشيا ضراوة، وتسارعت الأحداث حتى وجد الأب نفسه مضطرا للحفاظ على ما بقي من أولاده والسفر بهم إلى القرية. الآن رحنا لعند أطباء بلا حدود وحصلنا من المندوب حق تعز، قال بيعاملنا نحن بس الشيء تقرير من مستشفى الصفوة لأن نحن سافرنا قبل ما نأخذ التقرير، وقال بيشوفوا كيف. ما قدرنا نجلس لأنه حتى البيت الثاني يعني كنا مستعجلين بيت ثاني، جاءوا دخلوا الحويثة دخلته وما قدرنا نجلس، شلينا نفسنا وروحنا البلاد، والتقرير حقنا بمستشفى الصفوة ما قدرنا نخرج. يلا حصلنا في سيارة نروح القرية. هناك ساء حال ابنته الصحي، فكان لابد من الانطلاق إلى عدن طلبا للعلاج. لم تجد أمة الرحمن في عدن ما تحتاجه من علاج، فتمت تحديات وعراقيل صعبت الأمر. كانت تتوقع أن وجود الحكومة في عدن سيسهل من حصولها على حق العلاج كونها جريحة حرب، لكن رياح الإهمال الرسمي أصفت بحلمها في الشفاء. وهنا بعد المعاملات يعني ضروري حد يعامل لك ولا شيء، ولا يعني ما يعمل لك كذا لأنك تبع جارحة، ولا لا ضروري يعني يكون معك أحد علشان يعاملك. في عدن تفاجأت الأسرة أنها مطالبة بتقارير طبية عن حال جريحتهم الواضحة إصابتها، فقد فقدوا التقارير ووثائق الفحوصات في تعز حيث لم يعد بإمكانهم العودة بسبب ظروف الحرب، وهي فحوصات يمكن أن تجرى بسهولة، لكنها البيروقراطية التي يدفع البسطاء ثمنها حين يفتقرون للوساطة في ظل غياب النظام واحترام الإنسان. وش يعني يعرف بنا يعني في حصل لنا احنا كذا ونحن من تعز، بس قال قدنا لهم البطائق وهذا بس ما يصدقوش. ما كنا ما ردوش يا اخي، ما قدرناش، ما فيش معانا اسم وساطه يعني كذا. انا الان تتالم بدي كذا كذا، بس ما قدرش اعمل لي حاجه لانني ودي مش شفاء عادي، ما لقيش دكتور، ما لقيش اشتري تقارير، اشتري ذي، انا ما فيش معي تقارير، ما فيش كذا حاجه. أسرة القدسي بشكل عام وأمة الرحمن لها 3 أشهر في محافظة عدن، لم نستطيع أن نقدم لها أدنى خدمة في ظل إهمال لا سفر، مغلق المستشفيات إلا بحساب رسمي، المستشفيات الخاصة إلا بحساب. تواصلنا مع وزير الصحة، تواصلنا مع كل الجهات، لكن دون جدوى. حالة الإهمال واللامبالاة التي واجهتها أمة الرحمن تنسحب على كثير من الحالات التي توجهت إلى عدن أو صنعاء. وضع مؤسف للغاية، معاناة وأوجاع وآلام، وحدهم الجرحى من يشعر بمرارتها. أغلقت أمامهم المشافي ومراكز والمراكز الصحية، لا علاج، لا سفر، لا اهتمام، إهمال من الكل. أوجاع إنسانية، ظروف لا تفاقمت أوضاعهم الصحية والنفسية والمالية، ومن هنا نحمل المسؤولية ونشدد في تحمل مسؤوليتهم على الكل. إزاء هذا الوضع المؤسف الذي يكابده الجرحى، فإن للضحايا وذويهم رسائل ينبغي أن تصل إلى المعنيين بشؤون الجرحى. يكون يعني سهل المعاملة للجرحى لأنه ما عملوا أي شيء يعني، هو لاقى من الله هذا يعني الشيء، يعني لا يكون شيء يزيد يعرقلوا الأمور، يعني ضروري يسهلوا الأمور حق الجرحى. دولة يعني تعمل لنا حل، لأنه من يؤدها؟ هذا شيء قال يعني لبيتنا نحن آمنين. أنا باقي معي 2 أخوان هنا لهم هم قهالهم، نحن ساكنين هنا الحين 4 أسر بالبيت هذه. ومن هنا نوجه نداء أذان أخير لرئيس الجمهورية ووزير الصحة وقيادة المقاومة ومحافظة تعز بتحمل مسؤوليتهم الإخلاقية والمهنية بشأن ما يجري لجرحى تعز، ووضع حد لمعاناتهم وسرعة تسفير من تقرر إخلاؤهم للخارج. رسائل عادية هي حقوق مشروعة وطبيعية، يتعين على الحكومة الانتباه لها وأن تتحمل المسؤولية القانونية كاملة تجاه ملف الضحايا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
لا مبرر أبدا لاستمرار معاناة أمة الرحمن وأمثالها من ضحايا الحرب، سواء من المدنيين الذين استهدفتهم القذائف إلى بيوتهم أو انفجرت بهم الألغام في الطرقات العامة أو الجرحى من العسكريين. علاج الجرحى واجب إنساني وقانوني وأخلاقي لا يمكن التنصل عنه تحت أي ظرف من الظروف. استمرار هذه المعاناة دليل على انخفاض منسوب إنسانية القائمين على المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية الطبية لضحايا الحرب، سواء المؤسسات الحكومية أو تلك التي تأخذ الطابع الإغاثي والخيري. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي وحيد سلام، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر سكايب من عدن المحامي والناشط الحقوقي وحيد سلام. مرحبا بك أستاذ وحيد. مرحبا بك يا العزيز. كناشط حقوقي نعرف أنك تتابع قضايا بعض الجرحى، ما هو حجم المشكلة في الواقع؟ كم عدد الجرحى المتواجدين في عدن الذين يحتاجون للعلاج ولا يقدم لهم إلا على نفقتهم الخاصة؟ في البداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر لقناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام، وأترحم على أرواح الشهداء النضال والمعركة، معركة الحرية ضد الطغاة، الذين ارتقوا شهداء في الفترة الماضية هذه في تعز، وبالأمس في شبوة. وفيما يخص الجرحى ويعني قضيتهم المتكررة يعني بعدم حصولهم على العلاج وعدم الاهتمام، حجم المشكلة يعني يعتبر كبير جدا، وبرزت هذه المشكلة يعني منذ يعني انتهاء معركة تحرير عدن. صحيح. أيوة، وكان هناك للأسف يعني نادينا كثيرا وتحدثنا كثيرا وتواصلنا مع كل الجهات المفترض أنها تكون مسؤولة. نعم. ولكن ما زالت هذه المشكلة معقدة جدا، ويعني تسببت وفي اعتقادي أنها ستتسبب باحتقان كبير بسبب عدم تجاوب الجهات المسؤولة والسلطة المسؤولة حول هذا الملف. هل الإشكالية مادية أستاذ يعني تعرقل هذا الموضوع؟ هل المشكلة دائما في التمويل أم إجراءات الآليات؟ ما بالضبط أين تكمن المشكلة من وجهة نظرك؟ نعم، للأسف آخر المشاكل في ملف الجرحى هو الجانب المادي، وهذا شيء يعني نحن نستغربه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل إخواننا في دول التحالف. نعم. وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، الجانب المادي مغطى. هذه إخواننا في التحالف قد عرضوا أكثر من مرة علينا وعلى الدول التي تقوم بعلاج الجرحى سواء كانت الأردن أو السودان. نعم. أنهم يتكفلون بتغطية الجانب المادي بشكل كامل. إذن لا توجد أين المشكلة؟ هل هي في الآليات؟ هل هي في الروتين؟ هل هي في تطويل المعاملات؟ هل هي في محسوبيات؟ ما هو بالضبط الوضع؟ دعني أقول لك أن المشكلة تكمن في فساد المسؤول عن هذا الملف. فساد المسؤول عن هذا الملف هذا عنوان عريض هكذا أنا وضع تحته خطوط حمراء وأفصله لك، أن فساد المسؤول يعني انتقل إلى فساد الآليات، انتقل إلى فساد يعني الأفكار لمعالجة هذه المشكلة. هناك عجز مركب
يعني في الجهه المسؤوله عن معالجه ملف الجرحى ووضع الحلول، رغم ان اليه نقل الجرحى غالبا او علاج الجرحى غالبا ما تتوقف عند الجانب المادي وصعوبته، ولكن طالما وقد تذللت هذه المشكله الرئيسيه والحكومه لا الحكومه الشرعيه عندنا لا تتحمل اي شيء من هذا الجانب، ولكن المطلوب منها ان تعمل على خلق الاليات السلسه الواضحه الذي يعني تنقل هذا الجريح من يعني المناطق المحرره الى مشافي العلاج. انا اريد ان اقول شيء، انا اريد ان اوجه يعني رسالة إلى الجهة المسؤولة، وأنا إذا شئت أن شئت أن نكون شفافين وأن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته، لهذا طرحنا هذا الملف من أجل أن نصل إلى تشخيص للمشكلة وطرح للحلول إذا تيسرت لديكم أيضا. فتفضل خذ راحتك بكل ما تريد طرحه. نعم، أنا أحمل وزير الصحة المسؤولية الكاملة عن التعثر والاحتقان يعني المتكرر الذي يحصل في ملف الجرحى، وأحمل من وراه رئيسه المباشر الذي هو رئيس الحكومة أنهم للأسف لم يبذلوا، نحن لا ننكر مجهودات الآخرين، لكن مثل ما قالوا يعني اسمعوا قعقعه ولا ارى طحينا. نعم، هي تصريحات نسمعها للاسف في وسائل الاعلام وفي مؤتمرات صحفيه عن ملف الجرحى، ولكن لم نرى حلولا يعني لهذا الملف ولتخفيف الام يعني اخواننا من 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 من, من ابطال ورجال المقاومه. انا اريد ان اقول لهؤلاء المسؤولين ان جرحانا جرح المقاومه، جرح الوطن، جرح معركه الحرية، المعركة ضد الطغيان. هؤلاء هم أشرف رجال هذا الشعب. وحق لهم العلاج، وواجب علينا أن نقوم بهذه المسؤوليات، وهذا حقهم. هؤلاء الجرحى هم مثلنا، هم يحبون الحياة، كانوا عندما خرجوا للمعارك والقتال في معركة الحرية والوقوف ضد الطغيان كانوا يحبون الحياة ويعشقون الحياة مثلنا، لكنهم ضحوا بانفسهم وانكروا ذواتهم. فهل يواجهون بهذا النكران؟ بالامس تحول جرحانا من جرحى على الاسره الى شهداء على الاسره، وللاسف عانت يعني صدمت عدن، بل يعني ذهلت عدن بالشهيد ايمن اقبال، ذاك الشاب العشرينية العمر، ان يستشهد وهو على طريق الفراش على مدى أكثر من شهر ونصف. تمام، لم تقم هذه الحكومة في بوابة معاشير، لم تقم بنقل هذا الجريح للعلاج، وللأسف نادينا في كل الجهات في الجهات المسؤولة، سواء كان في وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة الذي للأسف أعتبره يعني فشلا ذريعا صحيح ومركبا بعدم القيام بهذا الملف. صحيح. ولكن أستاذنا سنخصص الحلقة القادمة إن شاء الله للحديث عن قصة الشهيد أيمن إقبال وما تعرض له من إهمال منذ إصابته إلى لحظة استشهاده. تابعنا قبل قليل قصة أمة الرحمن القدسي، ورأينا والدها يقول أن الجهات الرسمية تطلب منه بعض الأوراق والمستندات الرسمية التي يعجز الآن عن الوصول إليها بعد انتقالهم إلى مدينة عدن للعلاج. هذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التوثيق، ونحن في برنامجنا نحاول صناعة وعي بشأن ما هو أو ما هي الإجراءات القانونية التي يفترض أن يقوم بها ذوي الضحايا لتوثيق قضاياهم. فيما يخص الأوضاع في حالات الحروب، طبعا هي أوضاع استثنائية،
وليست اوضاع طبيعيه. نعم. وبالتالي وبالتالي الاصل ان الجهات المسؤوله تقوم بالتعامل مع المجتمع بسلوك واداره وعقليه استثنائيه حبيث. كذلك تواكب المرحله، هي مرحله حرب. فطلب التعقيد في الاجراءات الاداريه والروتينيه يعتبر نوع من البيروقراطيه الطبيعيه. اوافقك تماما. في مرحله تضحيات وفي مرحله مؤلمه، ولكن يعني ما دام ان هذا الامر هو واقع الحال فوجب التعامل معه. التوثيق، انا ارى ان يعني الاصل ان الادارات الصحيه في المستشفيات او المجمعات او يعني الطبيه انه عندما يصلها الجريح هناك اليات معينه. طبعا التوثيق الرسمي والاداري باخذ بيانات المريض والمصاب والجريح وفي الايام الطبيعيه هناك اجراءات اعتياديه يعني تقليديه، لكن في اوقات الحروب الاصل ان هذه المستشفيات هي من تفتح سجلات منتظمه تاخذ بيانات الجريح سواء كان مدني ام نعم. انه ايوه الجرحى ايوه سواء كان مدني ام انه في من القوات المسلحه تاخذ بياناته بالكامل ام اين اصيب اين جرح. ولكن انا انصح بالحد المعقول يا استاذ، بالحد الادنى والمعقول، لا ان يترك الانسان لتتعفن جراحه لانه لا يمتلك ورقه. في النهايه هذا انتهاك فوق ما تعرض له ايضا هذا الجريح، وسواء كان مدنيا او عسكريا. للاسف يعني كنا قبل هذه الحرب الاخيره نسمع ان هناك يعني بعض الناس الذين يفقدون انسانيتهم في المرافق الصحيه، وانهم لا يقومون بعلاج الجريح او المصاب او يعني الا بعد ان يضمنون او لا يجرون له عمليه بعد ان يضمنون حقهم المادي ومن سيدفع ومن سيسدده. لكن كانت قصص يعني فمؤسف الان ان نرى ان هناك شبه هذه المعامله، انه قبل علاج الجريح وهو يتالم ومدخن بجراحه ونحن نطالب منه بورقه، هي اجراءات نحن مع النظام صحيح والقانون ومع الوثائق، لكن نحن في وضع استثنائي. انسانيتك توجب عليك ايها المسؤول الجهه المسؤوله ان صحيح. تقوم بواجبك اولا بعلاج هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني الجريح، ثم تستوفي هذه النواقص من الوثائق او ما يريدوه يعني. بالضبط، خاصه ان وزاره الصحه يفترض انه كثير من سياقات عملها متوقف، لم يعد لديها الا ملف الجرحى كاولويه قصوى. نعم. للاسف يعني وزارة الصحة، أنا والله يعني منذ بداية الحرب والله يعني لن يصدق البعض لو سمع أن آلية إخراج الجرحى أثناء المعركة منذ بداية المقاومة يعني ما بعد شهر مارس تمام يعني كانت أسهل والله وتكلل بالنجاح أكثر منها في حال تواجد للأسف وزير الصحة هذا و و و و و يعني والحكومه والمؤسسات يعني كنا نبذل مجهودات خرج الجرحى عبر البحر، كنا نخرج الجرحى عبر البحر بقوارب بسيطه يصلون الى جيبوتي ومن هناك يتم يعني ترحيلهم. خرجنا العشرات من ابطال ورجال المقاومه من عدن الى منهم الان في الامارات كان يتعالج، ومنهم من في 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 السعوديه في الفترات الاولى وكانت سلسه. الان الجريح يعني يتحول الى شهيد على الفراش بسبب انه على مدى شهرين الان او اكثر من شهرين نحن لم نستطع ان نخرج حاله علاج واحده. ما المبرر؟ يقولون ان المطار مغلق. انا يعني تواصلت مع جهه مسؤوله في هذا المطار من باب انه نبحث لانه نعم. هناك احتقان مجتمعي غير عادي باغلاق مطار عدن الذي تسبب بشكل رئيسي بحرمان الجرحى من حقهم في العلاج الانساني. وافادت هذه الجهات، سالتهم هل المشكله اللوجستيه في مطار عدن انه مش مجهز مثال لاستقبال رحلات او المغادره او هكذا؟ نعم. قالوا لا. طيب هل المشكله امنيه
يعني مطار غير مؤمن من الداخل أو هذا سيقودنا إلى سيقودنا إلى قضايا أخرى متشعبة. المحامي والناشط الحقوقي وحيد سلام، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كنا قد عرضنا في الحلقتين الماضيتين عناوين المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن. نتابع الآن الجزء الثالث ثم نعود. في الحلقات القادمة سنعرض نصوصا مختصرة لأهم مواد اتفاقيات جنيف الأربع بالفقرة الأخيرة من برنامجنا التي خصصناها للتعريف بنصوص القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. العناوين تظهر تباعا أسفل الشاشة. آمة الرحمن تم الرصد، وسنتابع قضيتك ونتابع قضية الجرحى حتى إيجاد آلية واضحة للعلاج. في أمان الله.